نشكر الشعب الجزائري على تقبله بيننا كإخوان له، وليست ولن نجد هذه الميزة في بلدان أخرى كالجزائر. الجزائر تبقى فريدة من نوعها بكونها تحتضن الأجانب وتعتبرهم إخوتها وتتشرف بهم في تواجدهم في بلدانهم. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر. النظام المخزن فهو في حالة تدهور وسيتدهور إن شاء الله، وسيتدهور إلى حين يسقط النظام المخزن المهلكي. نحن نسميها المهلكي لأنه مهلكي وليس ملكي. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. ديرتول تتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.